الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس مكملين معاكم كل يوم في رمضان رحلتنا اليوميه الجميله اللي بفرح بيها انا وكل زمايلي في العربيه بتاعت واحد من الناس، واحنا بنلف في كل مصر عشان بنفرح بيها كل يوم. احنا بنعمل خير مع اهل مصر الطيبين، كل يوم بنجد ناس طيبين وقصص انسانيه بنتعلم منها وبنستفيد منها. يعني ايه رضا؟ يعني ايه قناعه؟ يعني ايه جبر خاطر؟ يعني ايه صدق مع الله سبحانه وتعالى؟ فربنا يتقبل مننا جميعا صالح الاعمال. يا دعوه لجبر الخواطر النهارده، اجبر بخاطر حد، ربنا يجبر بخاطرك ان شاء الله. ويلا بينا يا رجاله، جاهزين؟ على بركه الله. انتوا عارفين السعادة محتاجة ايه يا شباب؟ محتاجة قلب بيعرف يسامح، وقناعة بالرزق، والرضا باللي ربنا قسمه. والله هتكون اهدى لو رضيت، هتكون افضل لو سلمت امرك لربنا. انا عارف كل واحد تعبان وجواه حاجات، بس هتكون ارقى لو بطلنا اللي جوانا من شكاوي. اوعى تحكي همومك للناس، عارفين تحكوها لمين؟ لرب الناس. هيحلها وينصرك ويسعدك ويسترك ويرضيك ويملى قلبكم بالمحبة والخير. قالت لنا الست دي السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ انا ماشي بالعربية شفتك، يا قلت اسلم عليكي اقول لك كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب، واولا شهر فضيل ومبارك عليكي. امين يا رب. وايام مباركه عليكي يا رب. وبعدين شايفك كده قاعده بتعملي ايه بقى؟ احكي لي. ابدا، بشوف اكل عيش. بتشوفي اكل عيش؟ ايوه. اه، ودي مين القمر دي؟ دي بنت. انت اسمك ايه؟ جنى. جنى ما شاء الله. احكي لي بقى، انت بتعملي ايه هنا؟ ايه وحكايتك ايه؟ لا ابدا، الحمد لله. يعني اسمك احنا ايه؟ اسمي حياه. عندك كم سنه يا حياه؟ عندي 40. 40 سنه. وعندك اولاد قد ايه؟ ثلاثه. ثلاث اولاد؟ اه. مين ومين بقى؟ دي الوسطانيه ولا الكبيره دي؟ لا دي صغننه. دي الكبيره صغيره. عندك كم سنه؟ 12. وشاطره في المدرسه؟ وتصومي رمضان ولا لا؟ طب الحمد لله، كويس قوي قوي. وعندك مين اكبر منها؟ عندي دنيا الكبيره. سنه كام دنيا؟ لا دي ما شاء الله يعني متجوزه. الله، ده انت جده. ايوه. انت كل يوم بتفرشي كده وبتبيعي بقى الناس وحاجات زي كده؟ اه الحمد لله. آه. الحمد لله على كل حاجه ما شاء الله. جوزك عايش؟ موجود؟ لا متوفي. متوفي من كام سنه؟ متوفي لا وكده بقاله 3 سنين. 3 سنين. كان عيان ولا ايه؟ لا كان يعني كان تعبان، عنده كانسر. عنده كانسر. وسابك ثلاث بنات؟ هو ساب لي عيلين وجنى، والدها برضو الحمد لله يعني راح لحاله، فصلنا. انت كنت متجوزه وبعدين لا كنت معاه بس هو توفى. آه. ورجعنا بعد، كنا مطلعين ورجعنا بعد كده. هو يعني عندك 3 ولاد؟ الحمد لله. تصرفي عليهم؟ اه الحمد لله. منين بقى بتصرفي؟ لا من اكل عيش الحمد لله. يعني يطلع لك كام في اليوم تقريبا؟ لا الارزاق بتاعت ربنا. يعني كام يعني؟ يعني لو 100 تمام الحمد لله. 100 الحمد لله. شايفك واقفه في الشارع كده فقلت ايه الست دي كده وهي وبنتها كده، لازم اقف معاهم اسمع حكايتهم. طب قولي مصاريفك الشهريه كام؟ ولا ما حسبتهاش، انا بخليها على الله. يعني عندك 3 في المدارس ولا حد خلص منهم؟ لا مفيش غير جنى بس. جنى. اه. عايشه في بيت ايجار ولا تمليك؟ لا ايجار. ايجار. بتدفع كام ايجار؟ انا بدفع 450. 450. نفسك لما تكبري تطلعي ايه يا جنى؟ مهندسه. مهندسه؟ ربنا يكرمك ان شاء الله. يارب. نفسك في ايه بقى وانت في وقت المغرب كده وفي رمضان؟ تدعي ربنا تقول يا رب عايز ايه؟ عايز الستر. عايز الستر. وايه تاني؟ لا الستر والصحه والحمد لله بس. على كده الحمد لله. لكن فكره انك انت تشتغلي يعني كل يوم تحطي نصبه شاي وتنزلي بيها، مش مجهود عليكي؟ مش شغله رجاله اكتر من شغل الستات؟ لا مش مجهود، عشان ما بقاش انا محمله على حد، وهلاقي حد لو اداني النهارده مش هيديني بكره. فانا يعني بقول ان انا يعني انا معلش يعني ينسى صحته ما ينسى نفسه.
تبدأي كده تجهزي نفسك قبل الفطار، وبعد الفطار تبدأي تبيعي الشاي والقهوة للناس. أيوة، وبجهز نفسي، بجيب الفطار معايا وبنفطر أنا وزملائي هنا. هنا؟ أه. وتبدأي تشتغلي بعد الفطار؟ أه الحمد لله. تبيعي إيه بقى، شاي وقهوة وإيه بقى؟ شاي وقهوة وينسون بس. وينسون؟ أه. وإيه كمان غير ينسون؟ لا تمام الحمد طيب لله. طيب عشان نجي لك بعد الفطار نفطر عندك. تحت أمرك. بصي أنا بمشي كده بالصدفة كده بقابل الناس طيبين. يا رب يخليك. وبنقول كده إيه يعني نفرح بيهم ويفرحوا بينا. يبارك لك. فأنا اسمحي لي النهاردة في واحد من الناس. يا رب يخليك. أنا أهديكي أنا حبيبي ده هدية بسيطة. 8000 جنيه يا رب يخليك هديه من برنامج واحد من الناس ليكي والبنت. ما تحرمش من حضرتك استاذ عمرو، والله العظيم ده حضرتك انا لما شفتك ده كفايه، والله والله العظيم كفايه انا لما شفتك. مبسوطه؟ طيب هتعمل ايه بال 8000 جنيه دول؟ لا هديها شبرق على عيالي بقى. هتشبرق على عيالك؟ طب افتح الظرف اتاكدي بالفلوس. لا ما حضرتك ثقه يعني. يا رب يخليك ما تعرفش من حد. مصدقه ولا ايه؟ لا بالعكس والله العظيم. لا حضرتك يعني انا لما شفتك ده شيء تاني. مبروك عليكي 8000 جنيه ودول هديه من واحد من الناس. يا رب يخليك. وكل زمايلي دول جايين النهارده عشان يعني ايه؟ يخليكوا الف شكر. يلا ونلحق بقى نمشي قبل المغرب. السلام عليكم. زي ما شفنا واحده ست عامله بتشتغل بايديها بتتعب عشان خاطر تصرف على اولادها الثلاثه، جاي قبل الفطار او وقت المغربيه بتجهز نفسها عشان تبيع على نصب الشاي بعد الفطار قهوه وشاي وينسون وحاجات ثانيه. ست جميله وكريمه، ربنا يكرمها وربنا اكرمنا بيها وربنا يجبر بخاطرها ان شاء الله. كملي معاكم واحد من الناس كل يوم في مكان وفي محافظه، ربنا يتقبل منا جميعا صالح الاعمال. يلا بينا. الحمد لله يا جماعه ربنا اكرمنا بالست دي. شوفوا واقفة على نصبة شاي نازلة قبل الفطار، يعني شوفوا فضل على الفطار نص ساعة، حط الشاي وجهز الكوبايات هي وبنتها في المدرسة عشان خاطر بعد الفطار تبدأ تشتغل وتبيع. وتقول لك إيه؟ أنا أشتغل بعرق جبيني لأن هيديني مرة إيه يا أحمد؟ قال لك مش هيديني تاني. أنت خدت بالك؟ فالست دي ست إيه؟ ب 100 راجل. فالحمد لله ربنا أكرمها، جبرنا النهاردة. اه نلحق نرجع البيت نفطر ولا هفطر برضو في الشارع زي كل في العربيه برضو؟ انت انا معاكم قفلكم ولا حاجه وبنقف في الاخر ماشي. يلا بينا توكلنا على الله. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله اعزائي المشاهدين. انا واثق النهارده ان كل واحد هينزل وهيمشي في الشارع وهيدور كده في البيت عنده في شارعه في حارته ويشوف، هيلاقي ناس طيبين لا يسالون الناس اي حد. هتلاقيهم ناس عندهم يعني رضا وقناعه تحسبهم ايه؟ تحسبهم اغنياء، اغنياء من التعفف. دول الناس اللي احنا بندور عليهم، دوروا عليهم وان شاء الله تلاقوهم ان شاء الله، وربنا يكرمنا ويكرمكم ويجبر بخاطرنا وخاطركم، ورمضان كريم عليكم. نشوفكم بكره ان شاء الله.